أيها الحبل الكريم، لا زالت التحديات مستمرة وانطلقت صعوبة متواصلة. شوطنا الثالث هنا خاصة بالابكار، الصعوبة مسافتنا هي 1500 متر. نتمنى التوفيق والسلامة للجميع، نسير مع هذه التحديات ومع هذه الانطلاقة. شوط خاص هنا بالابكار، الصعوبة 1500 متر. سير مع البداية مع الشاهيني محمد بن سعيد بن دويب من ياتي ويقدم لنا الشاهينية على مقدمة هذا الانطلاق. من تتقدم هنا؟ بينما المركز الثاني ثاني التحديات هنا سرابة محمد بن سالم بن راشد. إذا الشامية على المركز الأول، محمد بن سيف بن ذويب يقدم الشامية على صدارة هذا الانطلاق ومع هذه التحديات، ولكن أرصد الوصول، أرصد الوصول والقدوم في هذه. أرصد الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل هنا أيها الحبل الكريم، اللي هي فال أحمد بن محمد بن حارب الدرعيات يقدم لنا فال، لكن أعود إلى الشامية. الشامية من تتقدم؟ الشامية محمد بن سيف بن ذويب ياتي يقدم لنا الشامية. الله يا سلام، ارصد الوصول وتقدم ايضا من قبل فال احمد بن محمد بن حارب، ايضا الوصول وتقدم. الهبة الهبة من تاتي؟ حامد بن صغيرون راعق حير، ولكن الشامية الشامية. الله سلمت يمينك يا من تتابع لدى انطلاقة شامية على مقدمة هذا الانطلاق. روح يا راعي شامية إلى الناموس، إلى الفوز والانتصار مع هذا العرض المميز اللي تقدم الشامية. تهانينا والناموس لمالك الشامية محمد بن سعيد بن ذبيب الدرع المركز الثاني. وصل فال أحمد بن محمد الحارب الدرعي. التوقيت الزمن دقيقتين 12 ثانية 94 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك الشامية محمد بن سيف بن ذويب الدرعي.